بلشنا. الو الو AL underscore 1002. شو يعني 1002؟ 10 شباط عيد ميلادي. يعني من يومين. من يومين. هابي بيرثداي. تسلمي. ما بعرف كيف وصلنا على القرنيش لا صيني ولا ياباني اكلنا من ايش لا قلبي ولا قلت لي وما قلنا شي راحت ساعة عالفاضي وما فهمنا شي وما شفنا شي. جيت على التلفزيون من الصحافة المكتوبة. وبعتبر انه اللي بيجي من الصحافة المكتوبة على الصحافة او على الاعلام المرئي والمسموع بيكون عنده بيس قاعدة متينة اكتر بكتير من اللي بيقلع فقط بالمرئي والمسموع يعني تي في. جمع شغلة يعني العقلية العربية ما بتحبها اللي هي هيدي اللي هي البومة اللي بفكروها وجه النحس. وهي منا وجه النحس. أولا طير حلو. ثانيا طير مفيد. يعني هذا طير مفيد بأوروبا. البوم بيتركوه يبني العش تبعه داخل المزارع جوات الحظائر. حظائر اللي بيحطوا بجمعوا فيها التبن والشعير ولادة للماشي. لأنه هذا الطير بيتغذى على القوارض. نعم. فبيتصيد بالليل القوارض اللي بتيجي بتاكل الأكل. يعني مفيد. أول الناس مفيد. الناس هاي عنا وحدة. أوه. مليان مليان. رمز بسموه رمز الوزدم ورمز الحكمة. حكمة. اللي هي أتنا. وأتنا مسمية على اسم نوع من البوم اللي اسمه أثينا. الصورة قديش عم تأثر على الكلمة؟ نحن بعصر لكن نحن منا بعصر الصورة بالتحديد بالضرورة لسبب واحد بسيط. تويتر منه صورة. تويتر بعد كلمة بعده. إذا نحن بعصر الصورة والكلمة. أوكي. نحن بعصر اللي بيسموه باللغة الإنجليزية السينرجي يعني التفاعل. أي. باللغة العربية. قلت لي وما قلنا شي راحت ساعة على الفاضي وما فهمنا شي وما شفنا شي ما عملنا شي. في السوشيال ميديا يعني أنا لما بحكي عن الميديا عم بحط لايكات هيدي it's a Lebanese girl young girl who's amazing. اسمها نادية منيمني فاشينيستا. بتجيب ضربة واحدة بتجيب 4000-5000 لايكس. ما بتكفي. شو بأثر هيدا على الصحافة المكتوبة؟ بأثر كثير. أولا بأثر. بعطيكي مثلا نحن بالنهار اليوم صار الجهد اللي بنعطيه للأونلاين بزنس للفيسبوك للتويتر للأونلاين سايتس تبعولنا والسايت ما عاد سايت مثل ما كان بالأول. صار عندكم كمان ويب تي في. وعندنا ويب تي في كمان. وعلى فكرة دفى كتير مع أنه برا درجة الحرارة 10. كده رفعنا الشعار أصلا أول مرة رفعني وهذا كان من ابتكار جبران تويكي. رفعني بمقتم سمير قصير. سمير قصير غتيل قبل بعدة أشهر يعني بشهر حزيران 2005. نعم. جبران بكانون الأول 2005 يعني قبل 5 أشهر 6 أشهر. فرفعنا هال
شعار. هالشعار وقفنا على ساحة الشهداء تحت تمثال الشهداء لتكريم سمير عصير، وكان جبران هو صاحب الفكرة. أوكي. وزعنا أقلام على كل المناصرين والمحبين اللي اجوا. فينا اخذ لك صورة هون؟ كراسي هيدا فكرة من غسان تويني طبعاً. الديك وديك فوق الكراسي. أيه. الفكرة هي إنه الكراسي رمز للمناصب. إنه هذه رسالة موجهة لأصحاب المناصب بالبلد وبالعالم العربي. نعم. إنه قد ما طلعتوا وقد ما جمعتوا مناصب وقد ما وصلتوا على عالي مين ما كنتوا تكونوا وصولاً إلى أعلى منصب. صح. الديك ديك النهار بضل بيجي أعلى منكم. أعلى منكم. لا يراقبكم ولا يحاسبكم. حلو كتير. وهذه هي الرمزية ونفذنا هالفكرة لما جي قبل ما نفوت على البناء. حلو كتير. شبابيك بيروت عم تعم أحلى وبيوت فوق بيوت شو ما عملت برحلة عايشين فيها سوا كل مين عشبكو معنا كل العمر بزهور وشوكو شبابي بيروت عم توعى محلى كان زول كتير حلوة رالي بفنجانا رغم من كل الظواهر السلبية اللي عم نشوفها كل الأزمات اللي عم نعيشها هلا وعم نفتكر إنه عم نفتكر ومرات بنحس إنه هذه أزمات ما لها حل. أنا بعتقد إنه العالم العربي عم بيرجع يولد وهالولادة هي المشكلة إنه مخاض بوجع وبيعمل تقلبات كبيرة كبيرة. بعتقد إنه نحنا بطور ولادة جديدة. قصصنا منشورة أحباله منسيق لوحات ملونة أسطوح المدينة شبابيك بيروت.